إذا نتابع وإياكم هذه الصور من مستوطنة جفعات زائف. هذه الصور التي تظهر اكتظاظ المدرج داخل كنيس وأثناء احتفال ديني لمجموعة من المتزمتين اليهود داخل هذا الكنيس وانهيار جزء من هذا المدرج كما نشاهده على يمين الشاشة، انهار بهذا الجزء بمن كان عليه إذن. ونشاهد الصورة وكيفية الانهيار. هذا الحادث أسفر عن 54 إصابة، بينهم 8 حالات خطرة جدا بسبب انهيار هذا المدرج. إذن هذا المدرج بكنيس داخله كان 100